لي قريب كان لديه هواية جمع العملات الأجنبية قديما وانقطع عنها، فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها، فما الحكم؟ من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة. لا، ليس للتجارة، إنما هواية تطلع عليه وجمع هذه. طيب، هل تساوي شيئا؟ وحديثا أما الذي بطل استخدامه وصار، نعم، أولا نقول هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة، يعني يتكسب فيها، يشتري هذه العملة بعشرة ثم يبيعها بعدين بعشرين، هذه عروض تجارة تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء، فإن بقيت ماليتها، أي مالية هذه النقود، فهي على أعلى قيمتها، تزكى قيمتها. وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها. نعم. ها. بعضها يعلم يبحث، ما هي مشكلة، الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدته أو لا. إن قالوا انتهت مثلا لمدة سنة، فهذه السنة المضت ما عليه شيء. إن قالوا مدة نصف سنة أيضا ما عليه شيء، لأنه لم يتم الحول. نعم.